اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات الجيتار السلالم بكوردتها. دلوقتي عندنا سلم هو اخر سلم في دايره الرابعات، وبعدين بقى هعمل لكم ملخص لدايره الرابعات والخمسات مع بعض عشان يبقى لمينا كده كل السلالم الميجر والماينرات بتاعتهم بكورداتهم بالكلام ده كله. طيب السلم دوت هيكون عنده 7 علامات تحويل بالفلاتس اللي هي حرف البي زي ما اتفقنا، وطبعا لازم بنقول علامات التحويل بالترتيب، هنشوفهم واحنا بنعمل السلم. هتلاقي وانت بتعمل السلم ان هو نفس سلم سي ميجر. طب ليه بنقول عليه مثلا اللي هو سلم سي ميجر اللي هو بي ميجر، يعني لو احنا بنقوله بالحروف مش سي ودو وري وكده. فمثلا هتلاقي نفس هو نفس السلم بالظبط. طب ليه بنقوله ان هو سي فلات مش بنقوله ان هو بي ميجر مثلا؟ هنا عشان الفرق الايه يعني ان هو في دايره الرابعات ولا في دايره الخمسات، بتفرق قوي هنا المسميات بقى، لان بتفرق كمان في الميوزك ثيوري في المزيكا النظري يعني. فممكن تلاقي المقطوعه مكتوبه مثلا وهي فيها 7 فلاتس، فتعرف كده ان هي تبع دايره الرابعات مش دايره الخمسات. شويه تفاصيل يعني بس ايه سخيفه كده في النص بس عشان تبقى عارف برضو الفرق بين ده وده. تعالوا بقى نشوف مع بعض السلم ونشوف كورداته ونشوف البوزيشن عامل ازاي. السلم ده بقى هيكون بيبدا سي فلات ينتهي سي فلات، عنده 7 علامات تحويل، والسبع علامات لازم نقولهم بالترتيب، هما بي واي واي ودي وجي وسي واف. طيب هنلعبه ازاي؟ فاكرين سلم سي العادي خالص اللي هو ده؟ هنلعبه كده ونرجع ايدينا لورا سنه، اللي هو نفس سلم بي فلات بي ميجر بالظبط، نفس التكنيك نفس كل حاجه، بس هيبقى المسمى هو اللي مختلف. يبقى مثلا ادي هنا بقى ما نقولش عليها بي، نقول عليها سي فلات، والعب نفس التكنيك بالظبط اللي هو طيب ايه السلم الماينر بقى اللي بيشترك معاه؟ السلم الماينر اللي بيشترك معاه هو سلم A فلات ماينر. A فلات ماينر ده بيتعمل ازاي؟ ادي ال A اهو العادي اللي هو مثلا لو هلعبه A ماينر من هنا برجع خطوة لورا برضو فيبقى A فلات، فهلعبه من هنا كده ويبقى، عايز تزود برضو ماشي، يبقى بس الفكرة لازم تلتزم بعلامات التحويل. تعالوا بقى نشوف الكوردات السلم الأولاني ده اللي هو هيكون سلم سي فلات ميجر. سلم سي فلات ميجر طبعا هيكون عنده أول كورد سي فلات، سي فلات لو السي تبقى من هنا كده سي فلات تبقى هنا، اللي هو برضو كورد البي ميجر. تاني كورد هو اف فلات، اف فلات اللي هي اي، وبعدين جي فلات، دول التلاتة الميجرز. وبعد كده في دي فلات ماينر هنا كده، وفي اي فلات ماينر هنا في 6، وفي اي فلات ماينر في 6 برضو بس فوق هنا، وبعدين هيقابلني كورد بقى جي فلات 7 اهو، جي فلات 7 في 2. طيب كوردات بقى السلم الثاني اللي هو الماينر هيبقى نفس الكوردات بالظبط، بس الكورد السيفنت ده هو اللي هيختلف، هيبقى برضو عندي نفس الكوردات، هيبقى مثلا A فلات ماينر اللي هو في 6، وهيبقى عندي E فلات ماينر اللي في 6 برضو، و D فلات ماينر اللي في 4، وهيبقى عندي G فلات ميجر اللي هو فوق ده، و E اللي هو F فلات بقى هنا اسمه F فلات، وهيكون عندي برضو C فلات ميجر. تقدر تلعبهم بقى مع اي ريتم مع اي فينجر بيكينج مع زي ما انت عايز يعني، ممكن هو اي حاجه بس. طبعا انا بلعب اي حاجه دلوقتي كده. زي ما شفنا كده طبعا السلم فيه شوية حاجات كتيرة، بس هي الفكرة تحفظ انهي سلم تبع انهي كوردات وحاجات يعني ازاي ارتجل عليه، ازاي ايه السلم الماينر اللي بيشترك معاه، كل حاجة بتاخد وقتها وتتظبط مع المذاكرة والكلام ده وخلاص. بس كده كده خلصنا زي ما قلنا السلالم الميجر والماينر. بعد كده هنقول بقى ايه انواع الماينر وايه الاختلافات بينهم، وممكن نجمع بقى الكلام ده كله في حلقة واحدة اللي هو زي ملخص لكل السلالم مع بعض. يبقى ان شاء الله الحلقه الجايه هتكون عن ملخص لكل السلالم، استنوني بقى وهتلاقوا ان شاء الله كل حاجات جديده. وشكرا جدا على المتابعه، وهشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده.